انت كنت فريق او المجموعه اللي هتلعب مجهوله المونتيري، فالموضوع بالنسبه لك بيسهل عليك اكتر ماتش. لكن في مباراه بالميراس هم خلاص عرفوا المجموعه اللي هتلعب، عرفوا المجموعه اللي موجوده، بقيت مكشوف اكتر للفريق. هم بيلعبوا بكامل قوتهم، فريق قوي، فريق متكامل. الاهلي عنده غيابات كتيره جدا، كان في مشاكل كتيره جدا في الماتش اللي فات مع الاهلي، مثلا زي نص الملعب تقريبا ديانج كان يعني بيحارب لوحده، يعني بيلعب لوحده، قفشه مش مميز في مركز 8، ما بيلعبوش بافضل شكل، وكمان مفيش بديل في المركز ده. النهارده هو ما قدرش يدفع بحمدي فتحي أو بحمدي او السوليه في المكان ده، فهو غالبا ممكن يعوض ده بانه يزود او يلعب بثلاث مدافعين صراحة، او يلعب مثلا محمد هاني كقلب دفاع ثالث وكريم فؤاد في الباك اليمين. ما اعتقدش انه هيغامر بحد منهم، ممكن نشوف ايمن اشرف يدخل على التشكيل، ومحمد شريف ممكن يدخل برضه على التشكيل. لكن هي مباراة صعبة كتير، لانه خلاص هو الفريق بقى مكشوف اكتر لبالميراس، مش يعني المفاجأة مش واردة قوي قدام فرقة زي الفريق ده، خاصة ان خلاص كل اوراقك اللي بتلعب هي خلاص معروفة وهتلعب ازاي وطريقتك عاملة ازاي يعني. فنتمنى لهم التوفيق، لكن انا اعتقد انها مباراة اصعب كتير جدا جدا من مباراة مونتيريا، خاصة انت كمان فزت في كأس العالم اللي فات على بالميراس، برضه حصلت على ثالث العالم منهم، فالموضوع صعب، مباراة اصعب كتير جدا من المباراة اللي فاتت. هي المباراة صعبة وزي ما احنا بنقول يمكن الاهلي دلوقتي خلينا نقول هو في وضع طوارئ بالنسبة للاصابات كمان ولغياب اللعيبة.